وحول الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها النازحون في مخيمات النزوح في ظل العاصفة الترابية التي تضرب العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات عادل الخزاعي. أهلا بك معنا أستاذ عادل. حياكم الله، التحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. حياكم الله أستاذ عادل. يعني في ظل ما يعيشه العراق من طقس سيء وعاصفة ترابية، حبذا لو تطلعنا على أحوال النازحين في المخيمات. نعم، في الواقع هذه العاصفة الرملية التي كانت مأساة كبيرة على مخيمات النزوح والمهجرين، وأثرت بشكل كبير جدا عليهم، حتى وصل الكثير منهم إلى الاختناق المميت وعدم القدرة على التنفس. أكثر من 300 حالة اختناق، بينهم العشرات من حالات الخطرة ومنهم أطفال، نتيجة العاصفة الترابية، ولا سيما إنهم يسكنون خيم بالية من قماش متهرئ وسط الصحراء، ناهيك عن تحطم العديد من الخيم نتيجة قوة العاصفة. كانت معاناة مخيم بزيبز والعامرية والعويسات وجرف الصخر ومهجري ديالى معاناة كبيرة وكارثية، حيث لا وجود للمستلزمات الضرورية والمواد الطبية، ولا وجود للمواد الإسعافية، ولا وجود للأطباء وسيارات الإسعاف. طبعا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن الخيم التي يسكنونها لا تلائم الشروط الإنسانية الدولية كخيم، ولا تلبي أو تضمن كرامة الإنسان وآدميته. وأيضا الإهمال الحكومي المتعمد، وأنا أضع كلمة المتعمد بين هلالين، وأقول إن وضع مجموعة من الأطفال والنساء ومسنين وسط الصحراء في مخيمات احتجاز لا تراعي الشروط الإنسانية والآدمية، وعدم إرسال مواد إغاثية ومواد طبية وعلاجية وحتى أجهزة تنفس، لا يعد إلا كونه جريمة ضد الإنسانية. لماذا باعتقادك سيد عادل، لماذا هذا التعمد من قبل الحكومة بوضع النازحين في هذه الظروف وعدم مساندتهم؟ يعني مع بداية كل موسم تزداد معاناة النازحين داخل المخيمات، مخيمات النزوح، نتيجة للإهمال وغياب الدور الحكومي وانقطاع المساعدات بعد توقف أغلب المنظمات الإنسانية عن العمل في العراق. الخدمات داخل المخيمات خدمات بدائية، المياه يعني ذكرت، نعم سيد عادل عذرا للمقاطعة، يعني ذكرت أن هذا الإهمال تؤكد أنه متعمد. أسألك هنا، لماذا تتعمد الحكومة إهمال هذه المخيمات؟ ما الهدف؟ يعني حقيقة إذا تكلمنا، هناك سنوات مرت منذ أن أعلن العراق الانتصار على تنظيم داعش، ومع ذلك ترفض الميليشيات والحكومة العراقية عودة النازحين إلى ديارهم. يعني أضافة إلى عمليات التهجير القسري التي قامت بها الميليشيات في ديالى وجرف الصخر، تلك الميليشيات حتى لا تسمح يعني لأي شخص مهما كان منصبه من الدخول إلى تلك المدن. يعني تلك المدن تحولت إلى ثكنات عسكرية تابعة لها ومعسكرات تدريب وسجون ومعتقلات. ترفض الميليشيات قطعا العودة للأهالي. طبعا ملف النازحين استغله السياسيين وتحول إلى دعاية انتخابية تستخدمها الأحزاب ومرشحوها من قبل الانتخابات، وأصبحوا يستغلونهم ويطلقون الوعود بعودتهم طمعا في أصواتهم الانتخابية دون أن يكون أي فعل على أرض الواقع بعد الانتخاب. إذن من مصلحة السياسيين عدم إنهاء هذا الملف. نعم، أيضا يعني وخصوصا الأحزاب السنية. أسألك أيضا عن موضوع المواد الغذائية والمياه والطبابة بشكل عام في هذه المخيمات. يعني تحدثنا عن آثار العاصفة الترابية، ولكن ماذا عن المياه والمواد الغذائية والمواد الطبية؟ ماذا تحدثنا عن ذلك؟
حقيقة الخدمات داخل المخيمات خدمات بدائية، المياه تصل إلى الناس في المخيمات عبر الصهاريج لا عبر وحدات نظامية لنقل الماء. هناك حصص مائية لكل خيمة لا تكفي أبداً للاستخدام اليومي، كما إن وزارة الهجرة والمهجرين تقدم سلات غذائية خجولة للنازحين لا تقي من جوع ولا من عطش رغم الميزانيات الضخمة للوزارة. حقيقة معاناة النازحين في العراق هذا العام تبدو كبيرة مع بداية فصل الصيف بسبب التغافل الحكومي والدولي من أوضاع المخيمات، وازدادت أوضاعهم سوءا مع هبوب هذه العواصف الرملية التي حولت المخيمات إلى كثبان رملية. كما إننا لا ننسى إننا نواجه نفس المشكلة كل عام مع مواسم مختلفة. لا ننسى حين جاء موسم الثلوج العام الماضي الذي توفي على إثره الكثير من النازحين أطفال بينهم حتى أطفال ودمرت خيمهم. جاءت الأمطار تحولت المخيمات إلى مستنقعات مياه وبرك، واليوم عواصف ترابية وحر الصيف وهم في وسط الصحراء، وهذه المعاناة تتجدد كل عام بصورة قاسية وبشعة نتيجة لعدم الدعم الحكومي. لا يوجد دعم حكومي ولا المنظمات الدولية والتي من المفترض أن تكون داعمة راعية لهذه المخيمات. هنا النتيجة هنا في هذه في 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 هذا الموضوع سيد عادل، كيف تصف تقاعس الأمم المتحدة في تلبية احتياجات هؤلاء النازحين؟ يعني محاولات طمس الحقيقة أو تجاهل معاناة النازحين هو حقيقة صار أمر مخطط لهم ولا يسمح لأحد بالتدخل فيه لعدة أسباب، وأولها إن مناطق النازحين قد تمت مصادرتها من قبل الميليشيات التابعة لإيران ولا يسمح لأحد بالعودة إليها. ثانيا عودة النازحين ستقطع مصدرا مهما من مصادر الدخل التي تقوي الميليشيات والكثير من السياسيين المحسوبين على المدن السنية. والسبب الآخر إن كثيرا من المناطق غير مسموح لأحد بدخولها أصبحت تحتوي على رقعا زراعية ضخمة كبيرة يعني تابعة للميليشيات، وهي مصدر دخل آخر لا يقل أهمية بالنسبة للميليشيات عن أموال النازحين التي يتم تخصيصها كل عام وتسرق. هؤلاء النازحين والمهجرين لا يحتاجون سوى إعادتهم إلى مناطقهم، وهذا لن يحصل ما لم تنتهي سلطة الميليشيات. أما باقي الحلول هي حلول ترقيعية أو المساعدات الإنسانية التي يحاول البعض إيصالها لهم، هي لا تسمن ولا تغني من جوع للأسف. مع كل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكشف عن قطع الحكومة للتمويل الضروري عن بعض المخيمات. برأيك ما الذي تسعى لفعله الحكومة من مثل هذه الخطوة؟ يعني الحكومات المتعاقبة على حكم العراق فشلت في إيجاد حل رغم المليارات التي يتم تخصيصها للنازحين كل عام والتي تختفي في جيوب الفاسدين، يعني من دون وصولها للمحتاجين. صفقات سياسية وفساد كبير وراء بقاء النازحين في المخيمات والأحزاب والميليشيات حقيقة أصبحت لا تسمح بعودتهم إلى قراهم وبيوتهم حتى لو قضت عليهم العواصف جميعا. هذا الملف أحد ملفات الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب العراقي والنازحين بشكل خاص على يد الميليشيات والأحزاب. صور كثيرة تصل من تلك المخيمات يندى لها جبين الإنسانية، عوائل كثيرة تحاول جاهدة البقاء على قيد الحياة يوما آخر علهم يجدون من يعيد لهم أبسط حقوقهم كبشر. أطفال فقدوا فرصة التعليم، أصبحت حياتهم بلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. المخيمات أصبحت أشبه معسكرات اعتقال أو معسكرات الاعتقال الإيطالية إبان احتلال ليبيا، والحكومة أصبحت لا تقل جرما عن الحكومات الفاشية أو النازية. يعني منذ سنوات والمطالبات
يعني إذا ما تكلمنا عن طبيعة العواصف ولماذا حصلت منذ سنوات، ويطالب الناس يعني بإنشاء حزام أخضر يعيد يعني الخضرة دائر يعني حول المدن لمنع التصحر وهبوب العواصف، إلا أن يعني الأموال التي صرفت للاحتفالات والحفلات الغنائية والتبرع لدول أخرى وأموال تصرف كمنافع اجتماعية بالمليارات لم تضع في خططها مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ولربما أيضا الجفاف، جفاف الأنهر التي حولت مجاريها إيران لعبت دورا في هذا الأمر أيضا. إذن بشكل مؤكد كل هذه عوامل أدت إلى هذه. أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول، المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات السيد عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لك.